السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم جيت باش ندير معكم الغراتان ديال البوم دو تيغ. اش غادي نحتاجو فيها؟ نحتاجو فيها البطاطا، هي البوم دو تيغ، نحتاجو لا كريم فريش، ونحتاجو الحليب وفروماج غابيها هوايا، وغادي نسموها بشويه ديال البوافر، الفلفل الاسود ولا البزار، وغادي نسموها ثاني بشويه ديال الجوزه، ها هي نحكو فيها شويه، هذه نواد موسكاد نحكو واحد شويه في ملي نديرو كلشي في هذيك اللي غادي نطيبو فيها، غادي نحكو واحد شويه من الفوق باش تنسم، ضروري دير فيها واحد شويه كتعطي واحد اللون زوين فيها، والمليحه اللي بغى يدير الملح يدير مليحه. فوالا نتلاقاو دابا كيفاش غادي نقطعو البوم دو تيغ. هما بعد ما قطعنا هذوك البوم دو تيغ ديالنا بهذا الشكل، هانتوما قطعوهم هكا، دابا غادي ناخذو نجمعوهم هنا وناخذو هذاك البلاطو اللي غادي نديرو فيه، غادي نصيبو فيه ونتلاقاو. على بعد ما قطعناهم نجيبو هذاك البلا اللي غادي نديرو فيه هذيك الكراطه، ها هي نزلو هذيك البطاطا بهذا الشكل، ها هي كلها قطعناها دواور نزلوها، نديرو فوقها هذيك لا كريم فريش، معليش واخا ديرو واخا تكون شي كميه كبيره، معليش دابا غادي نزيدو هذاك الحليب ديالنا ماشي الزيت كنت غادي ندير الزيت، نخلو هذاك الحليب بهذا الشكل، تتغطى لينا هذيك البوم دو تيغ بالحليب بهذا الشكل، نديرو هذيك لاكخيم هذاك الفرماج غابي بهذا الشكل، هانتوما نخليو واحد شويه باش نديرهم من الفوق. دابا نبقاو نخلطوها، اللي بغى يدير اللي بغى يدير مليحه يدير الملح دابا، يدير واحد شويه ندير غير شويه فوالا بهذا الشكل، وهذيك البواغ حتى هو نديرو دابا واحد شويه، ها هو هي متكتروش غندير غير واحد شويه بهذا الشكل، ها هو هي نزيد واحد شويه وابخي نخلط في هادوك لي زانغغيديون بهاد الشكل، نخلطهم مزيان، نزيد واحد شويه الحليب الا مكانش طالع فوق الحليب نزيدو الحليب بهاد الشكل، كتجي رائعة. الدراري ما كانوش ياكلو، بغيو ياكلو بطاطا ولا شي حاجه، حيت الدراري كيبحو غير الفخيت، عزيز عليهم لي فخيت، ما يبغيوش ياكلو بطاطا هكاك، لكن الا درتوها ليهم كغاطان بهذا الشكل غادي تعجبهم، متيقنا متاكده بانه غادي تعجبهم بزاف، باش كاع الوليدات ما كيبغيوش ياكلو لنا الخضره بهذا الشكل. فوالا بعد ما قديناهم بهذا الشكل، دابا غادي نديرو واحد شويه ديال نواد الميسكاد، هذيك الجوزه ها هي هي، نديرو واحد شويه بهذا الشكل غير على اللوغو، ما تكثروش بزاف لحقاش سينو يجيكم شويه مره، حيت
الا كثرنا منها تجي شويه مره، الدراري ما يبغوش ياكلوها. ها نتوما بهذا الشكل. ودابا غادي نغطيوها بهذاك الفرماج عابي وندخلوها للفرن. نتوما نشوفوا كاع مزيان بان هذاك الشيء كلشي الحليب كلها تغطات بالحليب بهذا الشكل، ونديروها في الفرن ان شاء الله الرحمن الرحيم. نتوما بهذا الشكل. ودابا غادي نهزوها. راه ديجا شعلنا الفرن على درجه الحراره ديال 140 ولا 160، المهم يكون الفرن حار حامي بزاف باش ندخلوها ليه. فوالا دابا غادي ندخلوها وملي طيب ان شاء الله نتلاقاو معكم. ها هو بعد ما طاب لينا هذاك الكغاطان ديالنا، ها هو كيجي بهذا الشكل. انا كنبغي نخليه يطيب مزيان حتى يتحمر مزيان. فوالا ها هو هي. نقطعو معكم واحد شويه سيغولو بيان. هانتوما واحد بتي مورسو هاد الشكل. كتجي غزاله تبارك الله. ها هي ونقدموه مع اليوم انا درت معاهم الكينوغات. ها هما هي حتى هما درتهم في الفرن هاد لي نوغات وناكلهم معاهم. فوالا هذا هو الكغاطان ديالنا ديال بوم دو تير. نتمنى انه يعجبكم، وإلا عجبكم ما تنساونيش من لي لايك، واللي ما مشتركش معنا في القناه ديالنا يشترك. والى وصفه قادمه ان شاء الله الرحمن الرحيم. الى اللقاء.